هنروح نشوف تقرير دلوقتي عن الصحافة المغربية. الصحافة المغربية تقرير معانا هنا، يعني مش هنروح نشوفه في حتة. الصحافة المغربية بتقول إيه؟ بتقول إيه عن الماتش المهم ده بين الأهلي والوداد يوم السبت؟ قالوا إنه العد التنازلي للمباراة خلاص بدأ، والوداد هيلعب بشكل هجومي علشان يحقق الفوز قبل ما ماتش العودة المهم طبعا اللي هيكون في مصر. صحيفة المنتخب المغربية على سبيل المثال كانت بتقول ان الوداد خلاص طوى احزان خسارته بالدوري، انتوا عارفين انه حقق المركز الثاني وما عادش باقي قدامه غير بطوله افريقيا علشان ينقذ الموسم بالنسبه له. التقرير اللي اتنشر النهارده قال انه جاموندي مدرب الوداد المغربي هيعتمد بشكل اساسي على الثلاثي الهجومي بديع اوك كزادي كاسونجو اسماعيل الحداد. احنا قلنا ان دي من نقاط القوه لدى الوداد في المغرب، ويمكن ده احمد ثابت كان بيقوله عادل مصطفى، وهيكون لهذا الثلاثي ان شاء الله دور مهم في المباراه بالرغم من ان كل المؤشرات بتؤكد ان مهمته مش هتكون سهله على الاطلاق امام طبعا القوه الدفاعيه اللي بيتمتع بيها الاهلي في المقابل. الاهلي هنا بيتمتع بقوه دفاعيه ووراه طبعا الحارس المتميز اكيد محمد الشناوي كابتن. صحيح صحيح، كل دي اجواء على السوشيال ميديا وعلى الصحافه المغربيه.